بعد تأجيله لشهور عديدة وإلغائه في العام الماضي بسبب جائحة كورونا، أقيم أخيراً حفل ميت جالا للأزياء في متحف متروبوليتان في الولايات المتحدة الأمريكية. الأزياء الغريبة ليست أمراً جديداً في هذا الحفل، لكن هذا العام أزياء بعض النجوم المشاركين أثارت الكثير من الجدل والتساؤلات. هذا العام طلب من الضيوف اعتماد أزياء مستوحاة من عنوان أمريكا، قاموس الموضة الذي تم اختياره كموضوع للحفل والمعرض الذي يرافقه. The theme, celebrating American fashion, inspo coming from everywhere. بينما حاول بعض النجوم الظهور بأكثر إطلالة أنيقة ممكنة، اختار البعض الآخر نمطا غريبا في اللباس يصعب تفسيره. أكثر ما لفت النظر وأثار الجدل هو إطلالة النجمة الأمريكية كيم كارداشيان التي أخفت وجهها وظهرت بزي أسود كامل من رأسها حتى قدميها. إطلالة كارداشيان كانت الأكثر غرابة، إذ احتلت صورها مساحات واسعة في الصحف العالمية وعلى المواقع الإخبارية والإلكترونية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي طبعا. محاولات كثيرة لاحظناها لتفسير سبب اختيار كارداشيان لهذا اللباس. موقع صحيفة ديلي ميل وتلفزيون CNN فسرا إطلالة النجمة التلفزيونية بأنها مستوحاة من إطلالة طليقها المغني كاني ويست في ألبومه دوندا. ظهر ويست حينها بملابس سوداء كاملة وقد غطى وجهه بالأسود أيضا. كارداشيان لم تحضر الحفل وحدها، بل رافقها إليها ديمنا غافازاليا المدير الإبداعي لعلامة بلنسياغا التي صممت لها هذا الزي الغريب. غافازاليا أيضا حجب نفسه عن الأنظار باللون الأسود من الرأس إلى القدمين. على شبكات التواصل الاجتماعي مستخدمون عرب كثر سخروا من كارداشيان، والبعض تساءل كيف عرف الناس أنها هي من دون أن يروا وجهها. بعض المستخدمين الأجانب اعتبروا أن كارداشيان أرادت أن تظهر تضامنها مع نساء أفغانستان اللواتي صرن مجبرات على ارتداء الأسود من الرأس حتى القدمين بعد سيطرة تنظيم طالبان على البلاد. آخرون اعتبروا أن كارداشيان تريد أن تلفت النظر إليها وأن تثبت بأنها لا تحتاج إظهار وجهها حتى يتم التعرف إليها، لذلك اعتبر هؤلاء أن ما فعلته كارداشيان هو تصرفا ذكيا ومميزا وأبدو إعجابهم بها، وقد أطلق عليها البعض لقب الملكة المبدعة.